السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون إخواني في هذا الفيديو لحظة تضييع ليو ميسي، ضربة جزاء مهمة أمام ريال مدريد هنا في دوري الأبطال وأمام أنصار باريس سان جيرمان هنا في ملعب الأمراء. ليو ميسي لم يتمكن من تسجيل ضربة جزاء في الدقيقة 61. إذن المباراة ما زالت مستمرة 0 لمثله بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان. ننتظر من سيتمكن من خطف الفوز هذه الليلة.